أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. طلب الرئيس محمود عباس اليوم من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي تمكين أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا من دخول الأراضي الفلسطينية نتيجة ما تتعرض له مخيمات اللجوء من ويلات الصراع الدموي في سوريا. ويشار إلى نحو 450 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في 10 مخيمات للاجئين في سوريا، ويتعرض أكبر هذه المخيمات اليرموك منذ أيام لمشاكل وظروف صعبة بالتوازي مع الصراع الدائر في سوريا ذهب على أثره عدد من الشهداء. كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة الحياة اللندنية أن مجلس الشورى العام لحركة حماس سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل سيتم خلاله انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، وتوقعت أن يكون نائب الرئيس الحالي للمكتب السياسي موسى أبو مرزوق أبرز المرشحين لهذا المنصب، خصوصا بعد تراجع إسماعيل هنية عن ترشيح نفسه. وردا على الأنباء عن احتمال ترشيح مشعل رئيسا للسلطة الفلسطينية أو لمنظمة التحرير، قال أبو مرزوق: نحن لم ندرس هذا الطرح بعد، لكنه غير مستبعد طالما أننا دخلنا السلطة والمنظمة والتشريعي، فالترشيح في كل المواقع متاح وليست هناك حدود لشغل أي منصب. في هذه الأثناء عقد مركز أوراد اليوم في مدينة رام الله لقاء جاء تحت عنوان: ماذا بعد حصول فلسطين على عضوية المراقبة في الأمم المتحدة والصمود في قطاع غزة؟ اللقاء شكل فرصة لمناقشة الخطوات المستقبلية الفلسطينية على هذا الصعيد. تم تنفيذه في الأول والثاني من كانون الأول من 2012، وهو يعبر عن وضع الفلسطيني بعد التوجه المتحد وبعد صد العدوان الذي تم على قطاع غزة. أهم النتائج أن الفلسطينيين يؤيدون، يعتبرون ما حدث في من توجه المتحدة والتصويت على دولة المراقب بأنه انتصار للفلسطينيين، وكذلك الأمر بأن نتائج العدوان على غزة تعتبر أيضا انتصارا للفلسطينيين. دعا الحراك الشبابي المستقل وشباب بنحب البلد الفلسطينيين إلى إغلاق كافة مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم غد صباحا. وجاء في بيان وصل وطن للأنباء نسخة عنه: الاحتجاج جاء نتيجة صمت اللجنة الدولية وتقاعسها عن فضح انتهاكات الاحتلال الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم المعتقلين المضربين عن الطعام. في موضوع آخر، أعلنت نقابة الموظفين العموميين برنامج صمود من شأنه أن يدعم إبقاء الموظف على رأس عمله رغم عدم صرف الرواتب الذي انقضى على موعد صرف نحو أسبوعين، وذلك بسبب العجز المالي الذي تعيشه السلطة الفلسطينية. وأشار عضو النقابة مراد شريتح إلى أن برنامج الصمود يأتي في سياق دعم الموظفين لتمكينهم من الاستمرار في تأدية وظائفهم وخدمة المواطنين، بالإضافة لمراعاة الظروف المالية لهم، وموضحا أن البرنامج يقوم على تقنين أيام الدوام للموظفين مع الإبقاء على خلية طوارئ في كافة الوزارات لتقوم بعملها اليومي. عقدت جمعية الإغاثة الطبية اليوم مؤتمرا لمناسبة مرور 33 عاما على تأسيسها. القائمون على الجمعية أكد أنه رغم كل العقبات التي واجهت عمل الجمعية لأنها استطاعت أن تستمر في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية. هذا المؤتمر يلخص تجربة 33 عام من عمل الإغاثة الطبية في إسناد شعبنا واحتياجاته الصحية في أصعب الظروف، في ظروف الانتفاضة الأولى والثانية، والتي نشأ عملها وبدأ الإغاثة الطبية قبل حتى وجود السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة، في وقت كان الشعب الفلسطيني يرزح تحت قمع احتلالي بغيض وشرس. ورغم كل العقبات ورغم ما يقوم به الاحتلال اليوم، نجحت الإغاثة في تطوير نماذج رعاية صحية ممتازة ومتميزة، نأمل اليوم أن نعممها على كافة المؤسسات الصحية. لقائنا نحن في هذا المؤتمر حتى نعرض كيف تطور برنامج صحة المرأة في الإغاثة الطبية، وكيف بنينا نموذج مختلف، نموذج شمولي متكامل يخدم صحة النساء بعموميتها، سواء النساء في مرحلة الإنجاب أو النساء في مرحلة ما بعد الإنجاب أو النساء في سن المراهقة وفي سن الشباب. نحن نطبق مشروع كبير في إعادة إصلاح القطاع الصحي اللي بنسميه برنامج صحة العائلة،
اللي هو كيف نقدم الخدمات الشمولية للعائلة الفلسطينية من خلال فريق بس بتعامل مع هاي العائلة ويتعامل معها على صعيد الرعاية الصحية الأولية. فهذا أحد النماذج المهمة اللي قدمتها. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكترونية وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.